عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. اليوم ان شاء الله غندير لكم هذا الموديل هذا كما كتشوفوا معايا في الصوره. غنخدم معكم هاد العبايه هذه بهاد التوب ديال الريحانه، عندي فيه 3 متر. وهاد اللون هذا لون الحنة البنات، اللون زوين. غنشارك معكم هاد الموديل هذا، كيجي زوين صراحه في اللبسه، كيطلع ناضي. دابا نسرحوا التوب ديالنا، عندنا 3 متر هنايا ديال التوب. ريحانه كريب، هذه ريحانه كريب المزيانه بروميان باش يدو مزيان، حيت ريحانه راه فيها وفيها كما كتشوفوا التوب راه طايح، يعني هو كيعاون في الخدمه. وهاد ريحانه البنات راه كتجي زوينه في اللبسه، ما كتخسر ما كتحبب، وبارده هي، يعني كتشرب العرق باش بحال كاينين شي تواب ما كيشربوش العرق، هذه كتشرب العرق يعني راه خيط زوينه بارده. دابا نسرحوا التوب على الطول، نبداو كما العاده بالكمام. اول حاجه غنفصلها هي الكمام، هاد الموديلات البنات راه خدامه فيهم المحل، حيت ما بقاوش عندي كاع الموديلات، ملي رجعت من سميتو الخدمه ديالي ما بقاوش عندي الموديلات في المحل، جتويبات كنديرهم موديلات للمحل باش نخدم عليهم. هادو كيجيو رائعين، كيجيو زوينين زعما، يعني كنخدمو عليهم بزاف. هاد الموديل الخاص هذا كيبغيوه العيالات بزاف، وحتى البنات من طبيعة الحال دابا راه كلشي كيلبس العبايات للبنات للعيالات، كلشي تبارك الله راه عطا الله المحجبات. غنتنيو التوب ديالنا على جوج، ونعاودو نتنيو على أربعة على الطول ديالو كما العادة. كنبدا من هاد البلاصة هادي، كندير التركيز ديالي. أغلبية الطايات البنات كنخدمهم إكس إل، حيت كيتمشاو ليا بزاف هاد الإكس إل، كتلبس هاد الطايه كبيره، واللي كتجيها كبيره كنقصها ليها كنصايبها ليها على عبارها. كندرت 27 هنايا، 27 سنتيم سطرتها نيشان كما كتشوفوا معايا بحال هذا الشكل هذا، وهبط من هنا لهنا 11 سنتيم 12 سنتيم 12 سنتيم، وسطرتها مايله لهاد الشيء، يعني لقنت كنسطر درت السطر الاولاني لقنت، وكنشد كنقسم على جوج، كنشد هاد المسافه هادي كنقسمها على جوج، وكنقسم عاوتاني على أربعة بحال هكا. هنايا غنهبط سنتيم ونص، وهنايا كنطلعو سنتيم ونص بحال هكا، كيجينا لكم ديال بهذا الشكل هذا. ودابا غنعبروا الطول ديالكم، الطول ديالكم ما غندير فيه، غنجي غندير فيه القطعه هنايا في الوسط، غندير هنايا يعني غندير 66 كامل بالزياده ديال الخياطه وكلشي، وكنجي لهنايا كندير 20 سنتيم 20 راس لكم كندير 20، وكنجي لهنايا كنعبر، كنعبر هنايا 35 سنتيم 35 هبط بها، وكنجي لهنايا كندير 20 حتى 21 21 زياده ديال الخياطه كنرس طباشير 21 كنسطرها نيشان. وهاد النقطه هادي كنسطرها للتركيز بحال هكا، وهاد النقطه هادي كنجيبها لا هنايا كنخرجوا 15 سنتيم ديال الكشكشه، 15 باش كنخرجوا 15 سنتيم، وهنايا درت 20. وهاد النقطه هادي لهاد النقطه غنلاصقهم، اجينا على هاد الشكل هذا صافي. هذا هو الكم ديالنا البنات كما كتشوفوا الطراساج ديالو كيجا، يعني راه جوج قطعات هنا خرجنا ب 15 سنتيم صافي. دابا غنقطع،
صافي هنايا وغنجي لهنايا غنقاد هاد التقطيعه هادي باش ملي نفصل هنايا يجيني مقاد. صافي دابا غنحيد الكوم ديالي، حيد هادوك وغنسرح حتى وغنشدو غنثني على دابا غنثني على العرض، مبقيناش غنثنيو على الطول غنثنيو على العرض دابا. وديما الطراساج كنطراسيو على الظهر ديال الثوب، مكنطراسيوش على وجهو. ها غندير البنات غنقسم الثوب على جوج، دابا هادي كنشد الثوب على عرضو كنثني على جوج وكنقسمو على جوج، حيت غنفصل الظهر بوحدو والامام بوحدو. دابا غنقسم الثوب ديالي على النص، نحيد هذا نشدو نتني على جوج. دابا هذا عندنا على جوج على الشكل هذا. صافي دابا البنات نبداو الفصاله ديالنا. دابا نصبق الامام هو الاول، كنشدو هنايا كنبداو اول حاجه كنحيدوها، كنحيدو ديك البانده اللي كتجينا لقدام هنايا، ف البانده القدام اللي كتجي فيها صديفات نديرو فيها 10 سنتيم 10 سنتيم 10 سنتيم البنات كناخدوها حتى لتحت هكا طراسيها بحال هكا كتاخديها حتى لتحت. صافي غنجيبوها حتى لهنايا حيت غتخيط غير من هنا للحزام، يعني غتجي حتى لهنا حتى للحزام، مغاديش تفوت لينا الحزام. ملي سطرت هاد النقطة هادي حيدت 10 سنتيم ديالي ديال الباندا، غنحيدها هي طراسيتها. غنبدا دابا نحط العبارات ديالي من هنا من هاد النقطة هادي، غنحط هنايا 20، 40 مقسوم على جوج هي 20، ونحط 8 سنتيم ديال دورات العنق، وكنجي لهنايا كنهود 26، 26 هي كنقسمها على جوج، كنطيح الكتف ديالي 3 سنتيم بحال هكا، وكنطيح دورات العنق 2 سنتيم كما كيبان لكم مزيان. وكنجيو لهنايا الصدر، الصدر كندير 32 سنتيم. الطباشير خايب ما صحيحش 32، وكنعاود نهود من هاد النقطة الصدر للحزام 14 سنتيم، وكنهبط 14 سنتيم اخرى. كنجي لهنايا كندخل لي فازي ديالي شويه، درت 32 هنايا، هو السطر اللي خليت هنايا ديال 10 سنتيم. هو مناش كناخذ العبار كندير هنايا 30 سنتيم في الحزام، وهنايا كنخرج كلوش ديالي غندير هنا 36 في لي هونش باش تجيني عريضه من تحت. دابا غندور التركيز ديالي كما كتشوفوا معايا، ها هو التركيز. كنسطرو من هنا من هاد نقطه الحزام للصدر، وهنايا كنسطرو من هنا لهنايا،
وكنجيبوا هاد النقطه هادي كنلاقيوها مع النقطه ديال لي جلي. غنجرب شويه هنايا والطول، الطول غنديرو اغلبيه كندير فيهم متر و 45، متر و 45 كلشي يعني فيها لغلي وكلشي متر و 45. الحمد لله. والجلايل البنات اللي تحت هنايا الجلايل كنطلع بواحد 3 سنتيم في الجلايل، وغنعبر لكم دابا شحال عندي في الجلايل تحت. عندي هنايا في الجلايل عندي 50 سنتيم، يعني غتجي عريضه وغتجي كلوش من تحت. العبايه ديالي غتجي كلوش من تحت. غنسطر هنايا 3 سنتيم اللي هزيت في الجلايل. دابا غنجي غنقطع، غنقطع هنايا، ما غنقطع غندير هو الاول الفنايد باش تجي ليا داك العبار باش ما يتحلش ليا. غندير هادو على 10 سنتيم اللي خليت غنديرهم هنايا باش ما يتخربقش ليا العبار ملي نخيط يبقى ليا نفس العبار. صافي دابا البنات غنقطع، وهنايا نسيت دورة العنق ما طراسيتهاش هنايا دورة العنق. دورة العنق كنشدو من هنايا من هاد البلاصة هادي، كنهبطو 12 سنتيم من هاد النقطة هادي من الفوق من السطر الفوقاني كنهبطو 12 سنتيم. ماش كندور دورة العنق ديالي بحال هكا 12 صافي. وهنايا كنسطرها نيشان باش تجيني هاد البنطة نيشان، ما ندورها ما والو. هنا كتجي كنقطع من هنايا بحال هكا صافي. وكنمشي دابا مع كتيف صافي. ها هو دابا الامام، ها هو غنجيبو داك الطرف الاخر غنفصلو دابا الظهر. ها هو الظهر ديالنا، يعني الظهر غيتفصل عادي. ثمانية سنتيم ديال دورة العنق، 26 كنقسمها على جوج، كنهبطو 3 سنتيم، وكنطيحو كاتب دورة العنق 2 سنتيم. اثنين وثلاثين في الصدر، 32 سنتيم. كنجي لهنايا كنهود 14 وكنعاود نهود 14 وكندخل هنايا 2 سنتيم وغندير 30، وهنايا غندير 36 في ليهونش 36. كنسطر هادي لهنا وكنسطر هادي لهنا وكندور التركيز ديالي. صافي دابا غنسطر من هنا الجلي، غنجر شويه هنايا
النقطة الجناين. كنحاول نحيد هاد البلاصة هادي اللي خارجة بحال هكاك باش ندخل ديريكت صافي. وكنهزو 3 سنتيم في الجناين وكنشدو الطول بحالو بحال يعني بحالو بحال الأمام. درنا 1.45 متر غنديروها في الأمام حتى هو 1.45 متر هاهي. وكنهزو هنايا 3 سنتيم ديال الجناين صافي. دابا غنقطع ها هو دابا هنا تقطعت الظهر ديالنا. دابا غندوزو نصيب واحد هذاك اللي كيجي كيفيني لينا الكول دورة العنق كيكون كيكون واخد بحال هكا من الثوب كنديرو فيه 3 سنتيم هو باش كنفيني الكول ديالي. كنديرش انا طبطيب العبايات كتكون فيه 3 سنتيم في العرض يعني كتمشي ليا سنتيم في الخياطه وكتبقى ليا ديك 2 سنتيم كنفيني بها دوره العنق صافي. بانضه مهنية على جوج كتشدي الثوب كتني على جوج كتقطعي صافي وكتسوجه بحال هكا وكتمشي كتفيني به الكول كتدوري به على الكول كامل كيجي مفيني. صافي ها هو كما شفتو معايا كانتني واحد بحال هكا ونشدو بالسوجي كيتسوجا وكيضرب كيتخيط من هنايا وكيعاود ترجعي يعني كيفيني لينا العباية ديالنا. ودابا البنات وصلنا لنهاية الفيديو ديالنا ودابا نشاركها معكم ان شاء الله غنخيطها ونشاركها معكم ونوريكم الشكل النهائي ديالها كي طلعت. السلام عليكم ها هو الموديل ديالنا البنات خدمناه دابا طلع ورومت معاه هو هاد الزيف هذا كما كتشوفوا معايا هاد الزيف هذا في البلونكاسي وها هو الموديل ديالنا كيجي رائع. هذيك البليه اللي قلت لكم البنات خليت فيها 10 سنتيم يعني كتجي زوينه في الشكل ديالها. والكمام الكمام فيهم ديك القطعه يعني فيهم القطعه هنايا ودايره ليهم صديفات هنايا فوق لاستيك وصديفات هنايا فوق الخياطه اللي جايه هنايا في النص. جا موديل رائع صراحه جا زوين وكلوش البنات من تحت يعني راه العرض لتحت راه فيه 50 في الكلوش. موديل زوين ورائع ووصلنا لنهاية الفيديو البنات وشكرا لكم بزاف على المتابعة ديالكم والسلام عليكم إلى فيديو آخر إن شاء الله.